مشاهدينا الكرام، وما زلنا نتابع مع حضراتكم تطورات الأوضاع لحظة بلحظة، ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية سواء في قطاع غزة أو ما يحدث الآن بجنوب لبنان، ضربات متبادلة ما بين حزب الله وإسرائيل. ولكن هل المجتمع الدولي من الممكن أن يأتي بجديد؟ في انتظار جلسة لمجلس الأمن الدولي نريد أن تصل إلى قرار وتنفيذ مبادرة دبلوماسية لتهدئة الوضع العسكري ما بين الطرفين. المزيد في هذا التقرير. في ظل تزايد المخاوف الدولية من اندلاع حرب شاملة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى إمكانية تحول لبنان إلى غزة أخرى. وقال غوتيريش في بيان له: ما يقلقني هو إمكانية حدوث تصعيد دراماتيكي يقود إلى حرب شاملة، فقد تصبح لبنان غزة أخرى، وهذا سيكون كارثة للعالم بأسره. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تصعيدا خطيرا بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار موجة من التحذيرات الدولية حول تداعيات هذا النزاع، حيث تصاعدت المواجهات بعد قصف حزب الله لمدينة حيفا وما تلاه من غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب اللبناني. وفي خضم ما تشهده المنطقة من تطورات، زاد القلق الدولي من تحول المواجهات الحالية إلى حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل. من جهته أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقه من تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا أن إدارته تبذل قصارى جهدها لمنع تحول المواجهة إلى نزاع أوسع نطاقا. وفي السياق نفسه، عبر جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن قلق التكتل العميق إزاء التصعيد في لبنان، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصعيد بأنه مقلق للغاية، وطالب بضرورة التهدئة السريعة. لدوره أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل، داعيا إلى تفادي المزيد من العنف. وتعيش المنطقة حاليا على حافة صراع أوسع، حيث أدى تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لمقاتلي حزب الله البيجرز إلى سلسلة من الهجمات المتبادلة، فيما أعلن حزب الله دخوله في مرحلة الحرب المفتوحة. تبقى خيارات التهدئة محدودة مع تصاعد القصف الإسرائيلي وردود الحزب المستمرة. هذه التطورات تثير قلقا دوليا متزايدا بشأن إمكانية تحول المواجهة إلى صراع واسع، ما يثير قلقا عالميا من انجرار الأطراف الإقليمية والدولية إلى الصراع وتداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة. أهلا بحضراتكم من جديد. وحول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان وتطورات الأوضاع هناك، معي في استوديو من القاهرة الأستاذ محمد مصطفى الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمد مساء الخير. تحياتي ليك يا صاحبي هاني والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. بداية يعني حضرتك شايف السيناريو القادم إزاي من خلال كل المعطيات الموجودة حاليا، سواء من ضربات متبادلة ما بين الطرفين، قدرات عسكرية لحزب الله وإسرائيل، جهود دبلوماسية لاحتواء الموقف، حضرتك شايف السيناريو القادم إزاي؟ السيناريو الحالي والسيناريو القادم يجب أن ننظر إليه في إطار سيناريو أكبر، سيناريو إدارة الشكل الجديد للنظام العالمي. النظام العالمي في مرحلة تغير، بيتم صهر النظام العالمي القديم استخدام المادة الناتجة عن ذلك في تشكيل نظام عالمي جديد. نظام عالمي جديد مين اللي هيقود فيه؟ هل قيادة منفردة للولايات المتحدة؟
أم قيادة متعددة الأطراف تشارك فيها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي دولة أو دولتين زي ألمانيا وفرنسا يقودوا، وبريطانيا هل تنحى إلى الحلف المستمر مع الولايات المتحدة أم تدخل تاني في إطار الاتحاد الأوروبي؟ فيبقى احنا بين نظامين في أقطاب أخرى صاعدة تريد أن تلعب دورا قياديا، منها أطراف إقليمية في الشرق الأوسط زي إيران زي تركيا. والطرف الإيراني على وجه التحديد بشكل معلن والطرف التركي بشكل غير معلن بيتحركوا بنظام مناهض لأسس النظام العالمي القديم القائم على فكرة الدولة الوطنية فقط. هتلاقي حضرتك إيران مش شغالة على دولة وطنية فقط، شغالة على فكرة تصدير الثورة الإسلامية على عقيدة دينية ممتدة خارج إطار الدولة الوطنية الإيرانية. فبالتالي الفكرة دي نفسها في إطار التغييرات الجارية في النظام العالمي بيتم محاربتها من سدنة النظام القديم اللي هم بيتكلموا عن فكرة الدولة الوطنية كأساس وعماد لهذا النظام. يبقى في لعبة الشطرنج، شطرنج الأمم الجارية دلوقتي، في لعبة أو لعبتين متعلقين بالحرب في لبنان والحرب في غزة، لكن اللعبة كلها، لعبة الشطرنج كلها أوسع بكثير من هاتين اللعبتين. وحدي حضرتك مثال، هو مين الداعم العسكري الأكبر لروسيا في حربها على أوكرانيا دلوقتي؟ إيران. مسيرات، احنا شايفين حرب المسيرات اللي هي دخلت في توازن القوى، يعني غيرت معادلة توازن القوى. كان في مرحلة بعد الحرب بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور الصواريخ الباليستية علشان تعادل الطائرات المقاتلة، فحصل تغيير في التوازن. دلوقتي دخلت الطائرات المسيرة في المعادلة. فلو افترضنا ان ايران دلوقتي توقفت عن دعم روسيا عسكريا، هل ده جزء من معادلة حل الصراع الدائر في الشرق الاوسط؟ يعني هل الولايات، بمعنى تاني، هل الولايات المتحدة بتضغط من اجل ابعاد ايران عن دعم روسيا عسكريا لتحقيق انتصار على الجانب الروسي في الحرب الاوكرانية؟ انا من وجهة نظري ده عنصر اساسي غائب عن من يتداولون، يعني الخريطة أكبر أو الهدف أكبر، الهدف عالمي يسعى إليه من خلال توازنات قوى في منطقة الشرق الأوسط. بالضبط، يعني في 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 حربين دائرتين، إنما هم على تواصل. لكن هل روسيا بقدرتها وقوتها العسكرية والأمنية، يعني حتى إنه بدون إيران لا تنتصر في حربها على أوكرانيا؟ يعني ما هو عنصر، هل هذا ممكن أن يكون حرب الطائرات المسيرة الإيرانية؟ وبالمثل عنصر مؤثر في قوة الجانب الأوكراني الطائرات المسيرة التركية، البايراخدار قصاد الطائرات الإيرانية، ما أعرفش اسمها شاهد ولا إيه، تمام؟ أمريكا عايز تبعد طبعا إيران عن روسيا، وفي الجانب الآخر روسيا مش عايزة إيران تخرج من دائرة الصراع في المنطقة علشان تظل حليف لها. فالضغوط دي بيتم تسويتها ليس بمعزل عما يدور في الحرب الروسية الأوكرانية، ده من جانب. وفي نفس الوقت لو نظرنا برضو للمشهد يعني بنظرة أوسع، هنلاقي أن الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي بتحركهم عقيدة دينية، البعد الديني. وأنا مش فاكر، أعتقد كنت قلت لحضرتك في حلقة سابقة أن رئيس بايدن من سنتين ثلاثة كان عين مستشار ليه لشؤون المهدي المنتظر، لشؤون المهدي المنتظر، تخيلي بقى ليه؟ علشان يشوف الجانب الإيراني اللي بتحركه فكرة عقائدية هياخد خطواته، اللي هو بياخد خطوه بناء على ابعاد دينيه، يتوقع بقى بايدن خطواته هتمشي ازاي في مسار. طب ايه الهدف من اداره هذه الحرب الدينيه واشعال حرب دينيه حاليا؟ يمكن كان هناك ايضا، يمكن انه اسرائيل قامت في لبنان بضرب مارون، يعني او ضرب القريه مارون، هل هذا يدخل في ظل الصراع المذهبي؟ يعني حضرتك شايف ان هم الحرب في الشرق الاوسط هتنتقل من شكل السياسي للشكل الديني، أم هو الشكل الديني هو الأساس في الحرب بداية؟ يعني خاصة نتذكر مع 7 أكتوبر التلمودية وفكر المذهب، ويعني كانت الحرب الدينية مشتعلة، وكان هناك تصريحات على فكرة من قبل الإسرائيليين أو القادة الإسرائيليين في هذا الشأن بشكل رسمي. يعني صحيح. لا، فيما يخص الداخل اللبناني، موضوع الموارنة والدروز والشيعة والسنة، يعني إسرائيل طبعا بتحاول تلعب هذه اللعبة بطريقة تجعل الأطراف الدينية اللي موجودة جوه لبنان تنقلب على حزب الله، فالبيئة الحاضنة تبقى مناهضة
لحزب الله في لبنان، يعني تستخدمهم ضد ده موضوع بقى حسابات اللبنانية المذهبية دي معقدة شوية، تمام؟ لكن مش دي الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية إن الصراع الديني ده، لو حضرتك شفتي الخطاب الأخير لترامب، رئيس أمريكي ترامب، اللي هو كان في حاجة يهودي، يعني محفل يهودي، وكان بيغازل اليهود وبيغازل إسرائيل وبينتقد كامل هاريس وبيقول دي ضد إسرائيل وبتكره إسرائيل وأنا بحب إسرائيل. كانت أغاني شعبية عندنا بالفترة، صح؟ هو بيغنيها هناك ده. هو كانوا بيغني على الشعب. فقال لهم دي لو مسكت أمريكا هيحصل، إسرائيل ستزول خلال عامين. فاكر الكلام ده من أسبوع تقريبا. الناس ركزت على إيه؟ إن هو بيقول إن لو كامل هاريس مسكت ستزول إسرائيل، لكن أنا بالنسبة لي الأهم إن هو قال ستزول خلال عامين. طب ليه عامين؟ لأن في عقيدة دينية ونبوءة عندهم في التوراة، أو مش في التوراة، في التلمود، بتقول إن إسرائيل ستزول في نهاية العقد الثامن، زي الدولتين القدام التاريخيتين بتوعهم ما زالوا في نهاية العقد الثامن. هما تأسسوا 48، يبقى بنتكلم على في حدود لا تتعدى 2026 2028. يعني ترامب بيحركه برضو نفس الفكر. لما بايدن يتحدث عن ان دي حرب وجودية، ونتنياهو يتحدث ان دي حرب وجودية، وقادة حماس يتحدثوا عن انها برضو حرب وجودية للفلسطينيين. حرب وجودية ليه؟ عشان البعد الديني. فالصراع الديني موجود بقوة شديدة جدا. ولو بصينا على المشهد هنلاقي الصراع الديني ده منعكس على الداخل الاسرائيلي والداخل الامريكي. هل هذا الصراع بهذا الشكل، يعني قصدي العلمانيين، اسرائيل من جوه مقسومه بين معسكر علماني، صهيوني علماني وصهيوني ديني، والعديد من الدول المذاهب مختلفه. طيب هل يعني التاثير على اقتصاديات الدول والتسليح ويعني المشاكل الاقتصاديه والعسكريه، كل هذا من الممكن لا يكون مبررا يعني انه يتم الذهاب الى مفاوضات او شكل سياسه دبلوماسي يعني للوصول لحل، اذا سواء كان ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، وخاصه ان اسرائيل اعتقد انها قضت على البنيه التحتيه في غزه، او ما يتعلق في بلبنان، وخاصه انه بتسعى الى اعاده سكان الشمال كما ادعت، ولكن بهذا السيناريو هل من الممكن ان تحقق هذه الاهداف ام هي اهداف وهميه؟ يعني العنصر الاقتصادي مؤثر على الاطراف وعلى قدرتها على مواصله الصراع. وبالمناسبه من يتحكمون في البنوك والمصارف العالميه، ودول عددهم قليل جدا، تعدى على اصابع اليد الواحده. كل الدراسات والتحليلات المتعمقة في الحروب الكبرى التي شهدها التاريخ الحديث بتقول ان هم اللي كانوا وراها، عشان الدول تقترض، الدول الكبرى، حتى الحرب العالمية الاولى والثانية، تخيل مين اللي كان بيغذي الحرب؟ اللي بيمول. فعشان يحكموا سيطرتهم على العالم يغذوا هذه وتجارة السلاح ايضا. بس ما هو عشان تجارة السلاح بس. الدول اللي بتدخل حروب ما هي بتستدين وبتبقى عايزة فلوس، يبقى القصة رايحة لمين؟ رايحة لهم في الاخر. صحيح. المهم ان العنصر الاقتصادي مؤثر طبعا، لكن في حرب بقت وجوديه مش هو الاهم. ما الطرفين بيقول لك دي حرب وجوديه، كل بيقول لك حرب وجود دلوقتي، خلاص. يبقى انت تقدر تكمل تتالم اقتصاديا، لكن اذا لم يحدث انهيار اقتصادي ستستمر الحرب. دوله زي اسرائيل لديها روافد لدعم اقتصادي ومالي مستمر من الخارج، فأنا لا أعتقد أن العامل الاقتصادي هو اللي هيؤلمها. لكن ما يؤلمها ويخبئونه أن اليهود يهربون من إسرائيل. صحيح. وهي فكرة الدولة قائمة، حتى الموساد اللي ضربوه النهاردة حزب الله ده، ما عرفش الضربة جت ولا لا، مش عارفين. هكلم حضرتك في النقطة دي لأنها مهمة جدا للإعلام العربي. بصاروخ باليستي. بس ما حدش قال، هو قالوا قصفوا، وصلت ما وصلتش في تعتيم. فالعنصر الاقتصادي مؤثر، لكن في مثل هذه الحروب ليس هو العنصر الحاكم للصراع. كل طرف دلوقتي عايز يعزز أوراقه لأهداف استراتيجية أخرى غير معلنة. على سبيل المثال، لما إسرائيل في حربها على غزة تقولك هدفنا إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس، بس هو هدف الحقيقي مش كده. هو لم يحقق هذا الهدف حتى الآن يوصلهم. هو مش عايز يحققه، لأن هدفه الحقيقي هو تهجير الفلسطينيين من غزه وتصفيه القضيه الفلسطينيه، فلازم السببين اللي هو بيقولهم دول يفضلوا ما يخلصوش. يعني هو لو جاب الرهائن خلاص وقضى على القوى العسكريه بشكل كامل لحماس، طب هيكمل السيطره على غزه ليه؟ يبقى هيوقف، هو مش عايز يوقف. هو عايز. طب انت تعتقد ان الاطراف الاخرى تريد ايقاف هذه الحرب؟ يعني حزب الله
يريد الوصول الى حل دبلوماسي، وخاصه ان جون كيربي النهارده في تصريح انه ايران غير مهتمه بتوسعه الصراع في المنطقه. يعني انا يعني لو سمحتي تراجعيني للسؤال ده تاني، بس هكمل العنصر الاقتصادي لانه مهم جدا. من يملكون قدرا من الخيال السياسي، واحنا بنتكلم على العامل الاقتصادي، عارفين انه في النظام العالمي الجديد في مساله الطاقه، شريان الطاقه، الطاقه دي حاجه مهمه جدا، خلاص؟ فهم جزء من حربهم على روسيا كانت فرض عقوبات على تصدير النفط والغاز، مش كده؟ ليه؟ هم هناك جماعه اليساريين الامريكيين الديمقراطيين اللي بيحكموا امريكا وسدنه النظام العالمي المستحدث، مش عايزين الطاقه العاديه، عايزين الطاقه المتجدده. الطاقه الجديده والمتجدده. فمش عايزين انتاج بترول. مش عايزين انتاج بترول. طب هنا هو وقف في منطقة أساسية لإنتاج البترول اللي هي منطقة روسيا والقوقاز، خلاص؟ هو عايز يوقف الشرق الأوسط كمان. لو أنا تعاملت مع الفرضية دي إن هي أساسية، يبقى هقول لك إن هذه الحرب أمريكا بعقلها السياسي الباطن تريد إشعال منطقة الخليج المنتجة للنفط، حتى تفرض واقعا على العالم أنه يتجه كله للطاقة الجديدة والمتجددة حتما، ولا تحدث مقاومة من الدول المنتجة زي ما شفنا قبل كده مواجهة بين الرئيس الأمريكي مثلا وولي العهد السعودي في إحدى القمم، ده بيقول نوقف، فالعالي السعودي قال له ما هتوقف زي مرة واحدة، يعني ما ينفعش، لازم مراحل انتقالية. فممكن جدا الأمور تتطور، ولو قعدنا نبص في التفاصيل نلاقي ممكن. طب احنا مش شايفين النهاردة وامبارح الحوثيين عملوا ايه أو بيخططوا أو مساكتين؟ وفي مقاومه في العراق، وايضا هناك ضربات من سوريا، دي مناطق البترول كلها، وكان في ضربه ايضا من حزب الله لمطار في اسرائيل. يعني هناك ضربات ايضا اعتقد انها اثرت في الداخل الاسرائيلي، وخاصه انهم يمكن حتى تم ايقاف المدارس والجامعات لفتره في اسرائيل نتيجه هذه الضربه. اسرائيل في حاله شلل، لاي مدى يمكن ان تستمر؟ هنا النقطه اللي كنت قلت لحضرتك عليها اللي عايزين نتكلم فيها، هو فرض على الإعلام العربي والعالمي وضعا يتم فيه فقط بث الصور المرتبطة بالقصف والدمار في لبنان. أنا بتابع على مدى 48 ساعة اللي فاتت، ولا نرى العكس، يعني لا نرى بقى. هو في إسرائيل جايب صورة ايه؟ صورة السماء، ما بيجيبش صور على الهواء لنتائج الضربات الصاروخية اللي بيوجهها حزب الله. حتى بعض القنوات او احدى القنوات المهمه العربيه تم حظرها من اسرائيل قبلها، وانا صحيح توقعت ساعتها ان في حرب. صحيح، لان انت بتمنعه ليه؟ الناس افتكرت بيمنعه عشان حاجات في الضفه، لا، هو داخل في حاجه اهم، فمش عايز تصوير خالص يبين ضربات جوه اسرائيل، يبين صواريخ بتضرب جوه اسرائيل، لان ده جزء من الحرب النفسيه. لذلك اتمنى من وسائل الاعلام المصريه والعربيه اذا هي لازم تبث صور من مما يحدث في لبنان، لكن المشاهد العادي هيتلقف ده ان هذه الحرب محكوم عليها بانتصار اسرائيل، مش كده؟ ما المشهد كله دمار هنا وبكاء وعويل وصراخ ودم، انما المشهد هناك مش شايفينه. يبقى يتكتب على الاقل في عباره موجزه ان اسرائيل، وانت بتبث الصور فيما يتعلق بالازمه اللبنانيه، ان اسرائيل تمنع الاعلام العالمي من تصوير. طب الشعب الاسرائيلي في سخطها على نتنياهو استاذ محمد، هل هناك سوشيال ميديا، يعني في وسائل تكنولوجيه كثيره جدا من الممكن ان تبث من خلالها هذه الصور؟ كل شيء في اسرائيل بيخضع للرقابه العسكريه دلوقتي ومن اول حرب غزه، وكل ما ينشره بعض او ما تبثه بعض وسائل الاعلام العربي اللي هي يعني بتقول لك نجيب وجهه نظر دي وجهه نظر الثانيه وجهه نظر الفلسطيني والاسرائيلي، فيجيبوا الجماعه الاسرائيليين ويجيبوا تحليلات سياسية من الاستوديوهات في إسرائيل، كل ده بيتم بشكل ممنهج ومقصود من الرقابة العسكرية الإسرائيلية لإيصال صور معينة. يعني يوصل لك أن في خلافات على مستوى القيادة في إسرائيل. هم مش قالوا جالنت ونتنياهو متخانقين قبل الحرب في لبنان؟ هناك اتفاق على أساسيات الحرب. تخيلي حضرتك، احنا ابتلعنا هذا الطعم الغريب اللي هو ايه؟ ان جالنت في الاول في اول حرب غزة كان بيقول نهاجم من حزب الله، ويقول لك ونتنياهو رافض، بعدين دلوقتي يقول لك ده انا، يعني من كام يوم يعني، نتنياهو عايز الحرب بس جالنت هو اللي رافض، وفي تهديدات بقى انه يخرج من الحكومه، وان نتنياهو هيقيله خلال ساعات. كل ده كان اعماء للمشهد اللي يتم ترتيبه للتصعيد مع حزب الله. طيب يعني حضرتك شايف انه هناك تضليل على المستوى السياسي وعلى مستوى التصريحات وعلى مستوى الرأي العام بقى؟ طيب لكن هناك تصريحات تكون من القادة الاسرائيليين او من الداخل من الممكن ان تبرز الحقيقة الى حد ما، يعني تجنيد او قرار بتجنيد لواءين احتياط
لأن يكون هناك عمليات جديدة في لبنان. يعني هل هذا يعني أن العدد كان الموجود في يعني بالنسبة للجيش الإسرائيلي غير كافي، أو أنه انهار، أو أنه أصبح يعني هذه الضربات يعني كانت موجعة بالنسبة للداخل أو بالنسبة للقوى العسكرية الإسرائيلية؟ صحيح. طبعا هو أثناء حرب غزة قالوا أن في نقص في العدد، نقص في العدد والعتاد، الدبابات اتضربت حتى لو الناس ما ماتتش عشان هي مصفحه جوه الجنود بتوعهم دول، لكن دبابات اصيبت وصعب تخش معارك تانية بقوه يعني. انما في نقص في العدد، بقوا يستدعوا احتياط، فالمجتمع اصيب بشلل جزئي، ثم ارغموا على تجنيد الحريدين الجماعه المتدينين، فخدوا خطوه تاريخيه صداميه في الداخل الاسرائيلي، لكن بقت فرض عين عليهم. دلوقتي دخلوا عايزين يدخلوا قوات احتياط إضافية، أو بيقولوا هيدخلوا، لأن الجانب الآخر قال إيه؟ إن في آلاف من العناصر الشيعية المنتمية لحركة ما أعرفش النجباء أو حاجة في العراق، وحركات أخرى شيعية، حشد شيعي ومقاتلين من اليمن وسوريا، وصلوا للحدود عشان ينضموا للقتال مع حزب الله. فده قال كده وده قال كده. الحقيقة إيه؟ هل ده قادر؟ يعني ما أنت ممكن يبقى عندك الرغبة لكن عندك القدرة؟ ما أنتش تدخل مثلا ميليشيات من أطراف تانية مع قواتك وأنت ضامن العناصر دي إيه بالظبط؟ صحيح، ضامن مش محطوط فيها جواسيس؟ ما احنا شايفين الاختراقات اللي بتحصل. في نفس الوقت إسرائيل ضامنة قوات الاحتياط، ما الاحتياط بتاعهم ضعيف. القوات البرية الإسرائيلية في غاية الوهن، والدليل ما حدث في 7 أكتوبر. يعني عنصر الضعف الإسرائيلي الأساسي إيه؟ القوات البرية، وبعديها على طول القوات البحرية. طب تفوقهم جوية نقطة قوة، ما هي دي نقطة بقى. تفوقهم جويا وتكنولوجيا حضرتك بالزبط. شايف أنها من الممكن أن تغطي على القصور في هذه الجزئية؟ إحنا قلنا إحنا شايفين المشهد أن الضربات الإسرائيلية بتجيب نتائج ضد البشر، يعني في دمار طبعا للبنية التحتية والمساكن، لكن في أعداد كبيرة من القتلى والمصابين في الجانب اللبناني، أو من الشهداء والمصابين في الجانب اللبناني. ويبدو المشهد على الجانب الآخر إحنا مش شايفينه بقى، على الجانب الإسرائيلي بنخدم البيانات الإسرائيلية إن مفيش إصابات إلا قليل قوي، ومفيش ضحايا، ومفيش حجم دمار. حتى مبنى الموساد إحنا مش عارفين اتضرب ولا لأ. الوحدة 8200 اللي هم مسمينها بالمناسبة الطرف الثالث، دي اللي كانت بتلعب في ربيع العربي، عارف الربيع العربي لما كان الناس هم دول الطرف الثالث، مش عارفين إيه الخسائر اللي حاصلة عندهم. ف الحرب الإعلامية هنا بالغة الأهمية، صحيح، والحرب النفسية المرتبطة بها بالغة الأهمية. لكن حتى لو المشهد ده حقيقي، يجب أن لا ننسى، نعود بقى لعمق الحقائق. عارف حضرتك المثل أو الحكمة اللي بتقول إن لو صخرة قوية جدا وانت حاولت تكسرها بإيدك مش هتعرف، لكن قطرات مية، نقط مية تفضل تنزل عليها عدة سنوات هتفتتها. إسرائيل الآن أخطر ما تواجهه أنها دخلت رغما عن إرادتها في حرب استنزاف غير قادرة على إنهائها. حتى لو مستوى الألم اللحظي ضعيف، لكن استمراريته تعني انهيار هذا الكيان، وهذا ما حذر منه ترامب خلال عامين، وهذا ما يحذر منه حاخامات اسرائيليين موجودين في الولايات المتحده، حاخامات كبار. وعلى الرغم من كل ذلك فتستمر الانتهاكات الاسرائيليه والضرب المستمر سواء في جنوب لبنان او في غزه. ما عندهمش الا كده طبعا. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. شكرا لك. ومشاهدينا الكرام، نلتقي أيضا بحوارنا الآخر، وما زالت تطورات الأوضاع في غزة وجنوب لبنان مستمرة ما بين اللحظة والأخرى. هناك يعني الجديد والتطور على المستوى العسكري، ولكن على المستوى السياسي لا يوجد جديد، إلا أنه هناك انتظار لجلسة لمجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة للبت في هذه الأوضاع. هل سيستطيع مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرار هذه المرة، أم سيأتي الفيتو الأمريكي عائقا أيضا ككل مرة؟ بعد قليل. We'll be right back.